داك السيد باين ديال المعقول ماشي ديال التفليه. عرفتي شكون هنا؟ اه انت اللي كتطلب ساندويتش كتخلصو وما كتاكلوش كتمشي. وعلاش عمرك ما سربيتيني؟ على هادشي ما كتبغيش تاكلو؟ وعلاش كتعطلي بزاف في الليل؟ واش ما كتخافيش على راسك؟ لما توقف عمر ما يوقف. سيف تجي نسولك عفاك واش بانت لك واحد العين هنايا؟ هنا عين بغيتي راهم العيون كتار وبانت لي حتى وحده. واحد العين راه ما تسقي غير اللي تيعرفها. اجي تقلس. اجي سميكة قلس جيب واحد كاس ديال الماء. بشوية يعني ما بغيتش الماء وبغيت السم نموت. قول عبد الله مشطر راجينا راه قتل النفس حرام مرزوق علاش باغي تموت؟ واش انت دابا الاول ولا الاخر اللي نزل عليك الله هاد المصيبه؟ قول اش بغيتي تقول واللي جابها الله مرحبا بها. اجي فقيه قلت لي قتل النفس حرام. اييه وهاد المشاكل اللي طرحت علينا ماشي حرام. امرزوق الله سبحانه وتعالى اذا احب عبدا ابتلاه. بالعكس انت خصك تفرح. اي الفقيه راه عنده الحق. سعداتك بهاد المصايب اللي برعك بها سيدي ربي، والله انا ما كرهت شي مصيبه ولا جوج واخا ندير عند دوير زمان. واخا سيدي انا ما بقيتش باغي السم، عطيني العسل نبرد بهذا الموديل. معلم نعم عيط لينا. ايوه جيبوا العصير المرزوق، جيبوا العصير المرزوق. مرزوق بغى عصير. واخا جيب لي حتى انا شي واحد نبرد به.
وتا الفقي بغى واحد اخر وين جيبوا لي جوج هاو خلطوا بالمختار ما نجيب لك شي حتى شي عصير دير دير ماذا ما جابوا الله فابور ما كاين بس نصبروا ونشربوا اجي والله كما على وجه باكم اللي مات الله يرحمه والله كون راجل ريت عليكم من شحال هادي يلا سير جيبوا العصير بنا مات وو 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 بنا مات مات انت درك يا ناري بمات انا بنا مات والله لا خدمت اليوم انا المعلم غادي مسيو علاش مسيو ندبنو بهم راه مات شحال هادي مات شحال هادي سيروا جيبوا العصير سيروا جيبوا العصير لا حول ولا قوه قال لك بانا مات شحال هادي جيبوا العصير سيروا تقول لي مات دابا انا سبحان الله يرحم باك وليدي كيقولوا البكا مورا الميت خساره البكا ما غيفيدنا بوالو بقيتي فيا خلي لك باك حمل ثقيل على هو غيحملو ثقيل وصافي امي امي ما نخبيش عليك ما نقدرش نسير الشركه كنخاف لا تصورت تبان ليا في كل بلاصه هذاك الكرسي ديالو ما نقدرش نجلس عليه باك الله يرحمه غادي يفرح في القبر ديالو الا تبعتي كلامه وحافظتي على داك الشيء اللي بنا شوف وليدي عايز فوت هاد 3 ايام وسير للشركه واش غتخلي عبد العلي يدير اللي بغا هاودي امي والله داك عبد العلي ما عرفش باش نجازيه راكم ما كان هو كره عامري مشاكل عارفه ولكن خصك تنعل الشيطان وتمشي لخدمتك ايوا ومراتك مالا حساب لك انا ما عارفه والو مجا فيها وحاسبها كاينه ولا ما كايناش هذيك راه مراتك وام وليدك نعل الشيطان يا وليدي امي انت عارفه من النهار الاول انا ما كنتش باغي نتزوج بها ما نبقاش نسمع هذا الكلام الحاج مالك مقلق واش ما سمعتيش هذاك الولد شنو اللي كيقول ايوا انت اللي زوجتي عليه بزز كان خصني نمنع انا الزواج لان عارف غادي يسمح فيها دغيا وعلاش ما قلتيش هادشي في ذاك الوقت اي ملي كنتي عايش يقدر شي واحد يقول لك لا الحاج الله يهديك بنت الناس راه ماشي لعبه دخلت عليك بالله واش رضي شي واحد يتخلص على بنتك ويحب لها ويطلق له واحد الطريق ماما مالكم ما مالي والو بنتي ما مالي والو عاد بنتك على خاص مين والو حبيبه ديالي الله يرحم باباك الله يرحمه على المسلمين انا راجعون انا لله وانا الى راجعون ودعي مع باباك الله يرحمه جميعا الله يوسع عليك الله صبرك زعما مسلمين امين بنتي وسع عليك امك عليك عزيزه وتحبك بقيتي عليا ما شافك حد الدنيا هانيه ما تمشيش عند البوليس وها هو شافني وماشي غير شافني صورني بالبورتابل ديالو واش عمر مالك خايف هذا راه واحد باغي يدبر عند قرقيبه وصافي راه ما طلبش الفلوس راه قال لك بغى يهبطني من راس الجبل واش في نظرك كون باغي يغرقك هذا السيد غيتصل بك انت غيعيط للبوليس
هذا راه ينوي شي 10 مليون ولا 20 مليون تعطيها لي ويسد فمو. دابا انت واش ما كتفهمش؟ راه ما طلب والو، ما بغى حتى حاجه. اسمح لي يا سي عمر، الله يهديك، راه الامور بحال هكا كتكون دائما كيعيط عليك تيخلعك بجوج كلمات باش انت تفعفع، ومن بعد يتصل بك يقول لك بغيت قده وقده باش نسديه. واشنو غنبقى نقفف هكا حتى يتصل بيا هو؟ اسمح لي يا سي عمر، في هاد المواقف خاصك تكون راجل. انا ماشي راجل، انا ماشي راجل، اللي قتلت وحده ما دارت لي والو، فهمتي؟ ماشي راجل. اسمعني اسمعني اسمعني، شوف عبد الهالي، سير بغيت نبقى بوحدي، سير بحالك، سير بحالك عبد الهالي. علاش هربت انا؟ علاش وعلاش هربت؟ علاش ما مشيتش عند البوليس؟ مالي نصدع راسي هاك؟ امي اش درت انا يا ربي؟ امي انا حطيت راسي.